أهلا بكم في فيديو جديد عاجل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان أمس الخميس، وجاء في الإشعار التحقيقات جارية والسفينة في أمان والطاقم بخير، سلم يا رب سلم. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار. إن شاء الله هنوفيكم بالأخبار أول بأول.